السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابي الأعزاء، طلاب الصف الأول الإعدادي، أهلا وسهلا بكم في حصة من حصص مادة العلوم على منصة البث المباشر بوزارة التربية والتعليم. والنهاردة هنشوف موضوع حصتنا عن إيه، وهو طاقة الحركة. تعالوا ناخد مع بعض أو نشوف نواتج التعلم بتاعتنا. لما ناخد الدرس ده بتاع طاقة الحركة هنكون قادرين على إيه؟ إن نتعرف على مفهوم طاقة الحركة والطاقة الميكانيكية. هنعمل نشاط بيقول لنا إن في تحول بيحصل من طاقة، أو تتحول طاقة الوضع إلى طاقة حركة أو العكس. هنكتسب مهارة إن إحنا نحل المسائل عشان نطبق على القوانين اللي جاية بالدرس، سواء طاقة الوضع أو طاقة الحركة والطاقة الميكانيكية. تعالوا ناخد، إحنا خدنا أولا اللي هي طاقة الوضع، ثانيا طاقة الحركة. طاقة الحركة دي يعني إيه؟ أنا دلوقتي جاية جبت وتر مشدود وقمت إيه شداه، فهنا شداه إحنا قلنا واتفقنا إن هو دي طاقة وضع. طب لو سبت الوتر ده إيه اللي هيحصل؟ هبص ألاقي الوتر ده اتحرك لما تركته، يبقى إذا هنا الشغل المختزن اللي كان في الوتر بيتحرر وبيحصل إن هو بدأ يبقى فيه صورة إيه؟ طاقة الحركة. يعني اقدر اقول واعرف طاقه الحركه، اقول عباره عن ايه؟ الشغل المبذول اثناء حركه الجسم. يبقى دي اما يجي يقول لي ما المقصود بطاقه الحركه، اقول ايه؟ الشغل المبذول اثناء حركه مين؟ الجسم. اما يجي يقول لي ما معنى ان طاقه حركه الجسم تساوي 50 جول، ناخد بالنا أداة معنى ما معنى أن، وعايز طاقة الحركة، يبقى دي بالظبط زي المقصود. يبقى أنا هعرف إيه طاقة الحركة، أقول إيه؟ أي أن الشغل المبذول أثناء حركة الجسم يساوي 50 جول. طب يجي يقول لي ما معنى أن الشغل المبذول أثناء حركة الجسم يساوي 20 جول، أي أن طاقة الحركة للجسم تساوي 20 جول. تعالوا ننتقل إلى العوامل المؤثرة في طاقة الحركة. في هنا عوامل بتأثر على طاقة الحركة، أول حاجة اللي هي كتلة الجسم، تاني حاجة سرعة الجسم. يبقى أما يقول لي اذكر العوامل المؤثرة على طاقة الحركة، الواحد كتلة الجسم، اتنين سرعة مين؟ الجسم. تعالوا ناخد أول حاجة كتلة الجسم. أنا لو عندي جسمين، الجسمين دول زي عربيتين، وعربية أكبر في الكتلة من عربية تانية، وبالتالي اللي هيكون عندها أكبر في طاقة الحركة هلاقيها اللي عندها كتلة كبيرة. يعني إذا لو أنا لقيت العربيتين دول هما مختلفين في الكتلة بس الاتنين سرعتهم واحدة، فده هي إيه؟ هحتاج بذل شغل أكبر لمين؟ لإن أنا هوقف العربية اللي إيه؟ الأكبر في الكتلة. يبقى إذا هنا إن هلاحظ إن طاقة الحركة بتتناسب طردية مع الكتلة. يعني إيه؟ يعني كل ما بتزيد الكتلة كل ما بتزيد طاقة الإيه؟ طاقة الحركة. وعلى هذا الأساس في سؤال علل بيقول لي عندما تتحرك سيارتين مختلفتين في الكتلة ومتماثلتين في السرعة، فإنه يلزم بذل شغل أكبر لإيقاف السيارة الأكبر الكتلة. ليه؟ لأنه كلما زادت كتلة الجسم ازدادت طاقة حركته، وبالتالي ازداد الشغل اللازم لإيه؟ لإيقافه. وهنا قلت العلاقة علاقة إيه؟ طردية. يعني إيه علاقة طردية؟ يعني الاتنين بيمشوا في خط واحد، دي بتزيد دي بتزيد دي هي مين اللي بتزيد؟ لو زادت كتلة الجسم معنى ذلك إن هيزيد معاها طاقة الإيه؟ طاقة الحركة، ولو قلت كتلة الجسم هتقل طاقة الإيه؟ الحركة. دي اسمها العلاقة الطردية. تاني عامل من العوامل اللي بتأثر في طاقة الحركة هو سرعة الجسم. أنا عندي هنا الجسم اللي هو لو أنا عندي عربيتين والعربيتين مختلفتين في السرعة بس الكتلة متساوية، فده هنلاقي إيه؟ مين اللي عايزة بذل شغل أكبر عشان أوقفها؟ أكيد العربية الأسرع. طب ليه علل؟ لأنه كلما ازدادت سرعة الجسم ازدادت طاقة حركته، وبالتالي ازداد الشغل اللازم لإيقافه. يعني برضو علاقة طردية. يبقى إذا هنا إن العلاقة الطردية ما بين طاقة الإيه؟
طاقة الحركة وسرعة مين؟ وسرعة الجسم. وأنا عندي هنا زي ما موضح إن عربية أكبر سرعة يبقى إذن هي عندها أكبر طاقة حركة، والأقل سرعة هتكون أقل طاقة حركة. طب أنا عايزة بقى أجيب العلاقة الرياضية اللي بتربط طاقة الحركة بالكتلة بالسرعة اللي هو القانون. بنقول إيه؟ إن طاقة الحركة تساوي نص الكتلة في مربع السرعة. يعني إيه مربع السرعة دي؟ يعني عين تربيع، يعني عين في عين، يعني السرعة في السرعة. تمام كده؟ يبقى هنا دي بتاع القانون أو العلاقة الرياضية اللي بتحسب من خلالها طاقة الحركة بيساوي إيه؟ نص الكتلة في مربع السرعة. وعشان كده عملنا المثلث، حطينا طاقة الحركة هنا ونص الكتلة وهنا في مربع السرعة. طب وحدة القياس بتاعة طاقة الحركة مش ده شغل مبذول؟ يبقى جول. طب الكتلة بالكيلو جرام. طب مربع السرعة أو السرعة متر على الثانية تربيع، أو متر لكل ثانية تربيع. تمام كده؟ طب يجي يقول لي ما معنى أن طاقة حركة جسم تساوي صفر، أو متى تكون طاقة حركة جسم بتساوي صفر؟ لما يكون الجسم ماله أو سرعته مالها صفر. يبقى نقول إيه؟ أي أن الجسم في حالة سكون، يعني سرعته بتساوي صفر. يبقى الجسم اللي سرعته صفر يبقى ده طاقة الحركة بتاعته تساوي إيه؟ تساوي صفر. ليه؟ لأن أنا قلت إن في علاقة طردية ما بين طاقة الحركة وإيه؟ والسرعة. طب أنا برضو أقدر أحسب كتلة الجسم وسرعته بمعلومية طاقة الحركة من العلاقة الرياضية الآتية. عندي لو جبت الكتلة أو كتلة الجسم هتساوي إيه؟ 2 في طاقة الحركة على مربع السرعة، أو ضعف طاقة الحركة على مربع مين؟ مربع السرعة. طب لو أنا عايزة مربع السرعة يبقى هيساوي 2 في طاقة الحركة على اللي هو الكتلة. طب دي جت منين؟ تعال أوضحها لكم كده بالراحة. أنا عندي طاقة الحركة بيساوي إيه؟ نص الكتلة، صح؟ في مربع السرعة، كأنها الكتلة في مربع السرعة. أنا دي بوضح هي جت إيه؟ منين ضعف والكلام ده كله، تمام؟ في مربع السرعة على 2. دي قانون أهو اللي هو طاقة الإيه؟ طاقة الحركة تساوي إيه؟ الكتلة في مربع السرعة على 2 اللي هو نص الكتلة في مربع السرعة. فأنا هعمل إيه؟ هعمل حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين. يبقى هيدينا إيه؟ 2 طاقة الحركة بيساوي الكتلة في مربع السرعة. طب أنا عايزة دلوقتي إيه؟ عايزة دلوقتي الكتلة. الكتلة هنا في طرف حر تاني قدامنا اللي هو إيه؟ 2 طاقة الحركة على اللي هو أنا عايزة الكتلة، يبقى على اللي مع إيه؟ إحنا بنقول لما يكون طرفين متساويين في الرياضة وعايزة فيهم مجهول يبقى الطرف الحر على المقيد. من المقيد مع مين؟ أنا عايزة الكتلة، يبقى هتساوي الطرف الحر اللي هو فيه إيه؟ 2 ط ح اللي هو 2 طاقة الحركة على المقيد مع مين؟ مع الكتلة اللي أنا عايزاها، يبقى على مربع السرعة. كذلك لو أنا حبيت أجيب اللي هو مربع السرعة أقول إيه؟ 2 طاقة الحركة على الإيه؟ على الكتلة. فعشان كده أنا جبت القانون منين؟ أنا بفهمك إن العلاقة الرياضية دي جت منين، اللي هي 2 في طاقة الحركة على الكتلة، أو 2 في طاقة الحركة على مربع مين؟ مربع السرعة. العلاقة ما بين طاقة الحركة وسرعة الجسم قلنا علاقة طردية، تمام كده؟ يعني كلما زادت سرعة الجسم زادت طاقة حركته. علل طاقة حركة الجسم عند أقصى ارتفاع له تساوي صفر. أنا عندي جسم أهو، الجسم ده فوق، تمام؟ عند أقصى ارتفاع له أهو، يبقى أنا حذفته مثلا لفوق، هو ليه طاقة الحركة بتساوي صفر؟ عشان سرعته هتساوي إيه؟ صفر. يبقى لأن سرعة الجسم تساوي صفر. طب اما يقول لي علل طاقة الحركة تكون أكبر ما يمكن لحظة وصوله أو وصول الجسم إلى سطح الأرض. الجسم ده بقى نازل، أكيد عشان ينزل يبقى لازم السرعة بتاعته تكون إيه؟ كبيرة. وعلشان السرعة تكون كبيرة يبقى طاقة الحركة هتكون كبيرة. لذلك هجاوب أقول إيه؟ لأن سرعة الجسم
تكون أكبر ما يمكن. طب علل، عند سقوط الجسم لأسفل، هو نازل لأسفل، بتزداد طاقة حركته تدريجيا. ليه؟ لأن سرعة الجسم تزداد تدريجيا بالسقوط لمين؟ لأسفل. طب بيقول لي علل، عند قصف الجسم الأعلى، أنا رفعت أو حذفت الجسم الإيه؟ لأعلى، هنلاقيها بتقل طاقة حركته. ليه؟ تدريجيا، لأن سرعة الجسم تقل تدريجيا بالارتفاع لإيه؟ لأعلى. يبقى دي اللي هي متمثلة أو معنى كلمة إن في علاقة رياضية ما بين سرعة الجسم وطاقة إيه؟ طاقة حركته. تعالوا ناخد مثال على العلاقة الرياضية بتاع القانون طاقة الحركة بتساوي نص الكتلة في مربع السرعة. بيقول لي احسب طاقة حركة جسم كتلته 5 كيلو جرام ويتحرك بسرعة 10 متر على الثانية. أنا رتب الخطوات بتاعتي واذكر القانون وبعد كده أشوف. هو عايز طاقة الحركة، طب أنا طاقة الحركة لازم أن يكون عندي كتلة ولازم أن يكون عندي سرعة، يبقى إذا أنا هكتب القانون، هعمل المثلث بتاعي اللي احنا عارفينه. طاقة الحركة هتساوي نص الكتلة في مربع السرعة. طب أنا عندي كتلة، أيوة، يبقى بيساوي نص في 5. طب مربع السرعة يعني إيه؟ أنا السرعة بعشرة، يبقى المربع بتاعها كام؟ 10 أس 2 اللي هي 10 في 10، يبقى هو إيه؟ بيساوي نص في 5 في 10 في 10، يبقى هتساوي كام؟ 250 جول. جت منين على الآلة؟ لما أجي أعمل على الآلة هعملها إزاي؟ في طريقتين، أقول 1 في 5 في 10 في 10 على 2، أو أختصر أقول على الاتنين فيها الواحد، على الاتنين فيها الخمسة، 5 في 5 ب25 في 1 ب25 في 10 ب250. ننتقل إلى مثال آخر وأقول احسب كتلة جسم طاقة حركته 300 جول وسرعته 10 متر على الثانية. أنا عندي قانون، القانون بتاعي بيقول ايه؟ هو عايز الكتلة، وانا لسه قايلين ان الكتلة يساوي ايه؟ 2 طاقة الحركة على مربع مين؟ مربع السرعة، وقلت لكم هي جت منين؟ يبقى 2 في طاقة الحركة بكام؟ ب300، على كام؟ على مربع السرعة. هو انا عندي السرعة هنا بكام؟ ب10، طب مربعها هتكون ايه؟ 10 أس 2، يعني ايه 10 أس 2؟ يعني 10 في 10. لذلك انا قلت ايه؟ 2 في 300 على 10 في 10، هنطير الصفر ده هنا مع الصفر من اللي فوق اختصارات، والصفر من هنا مع الصفر من هنا، يبقى 2 في 3 ب6، يبقى تساوي 6 كيلو جرام، او باستخدام الاله الحاسبه. مثال اخر بيقول احسب سرعه جسم طاقه حركته 64 جول وكتلته 2 كيلو جرام. هو عايز السرعة، يبقى أنا جبت العلاقة الرياضية بتاع مربع. أنا طب أنا ما عنديش قانون بيقول السرعة، بس عندي العلاقة الرياضية بتقول مربع السرعة. فمربع السرعة يساوي إيه؟ من العلاقة الرياضية 2 طاقة الحركة على الكتلة. فأنا عندي هنا 2 في كام؟ في 64، على الكتلة 2، على الاتنين فيها الواحد، على الاتنين فيها الواحد، يبقى هتساوي كام؟ 64 متر لكل ثانية تربيع. دي ايه؟ دي مربع السرعة. طب في المسألة عايز ايه؟ السرعة. يبقى اقول السرعة يساوي ايه؟ الجذر التربيعي ل 64. يعني اقول كام في كام بيدينا 64، والجذر التربيعي ده يا ولاد بيكون الرقمين زي بعض، ما بيقدروا زي مثلا 5 في 5 ب25، 6 في 6 ب36. يبقى لما اجي اجيب الجذر التربيعي بتاع 64 يدينا كام؟ 8 متر على الثانية، أو 8 متر لكل ثانية، لأنه عايز مين؟ عايز سرعة، وأنا لازم أجيب من القانون أو العلاقة الرياضية مربع السرعة، ثم أجيب لها الجذر إيه؟ التربيعي بتاعها عشان نحصل على السرعة. سؤال، ننتقل إلى سؤال ماذا يحدث عنده؟ إذا قلت كتلة جسم متحرك للنصف مع ثبوت سرعته، أنا اتفقنا وقلنا إن الكتلة أدام قلت يبقى هتقل معاها طاقة الحركة، ده مثبت السرعة، ولو زادت هتزيد، يبقى هنا هقول إيه؟ تقل طاقة حركة الجسم للنصف. ليه؟ لأن العلاقة ما بينهم علاقة طردية. طب لو قال لي إذا ماذا يحدث عنده؟ إذا زادت سرعة جسم متحرك للضعف مع ثبوت
كتلته. برضو احنا خدنا ان في علاقة رياضية ما بين سرعة الجسم وما بين طاقة الحركة. طب دي زادت للضعف، يبقى برضو زادتها وهتزداد او هتزداد، اسفة يعني تزداد طاقة الحركة الى 4 امثال ايه قيمة. طب ليه هنا؟ افهمك بقى ان انا بقول سرعة هنا، تمام، للضعف. مش انا عندي هنا مربع سرعة، يبقى اما اقول مربع سرعة السرعة زادت للضعف، يبقى مربع هتزيد لايه؟ لاربع امثال قيمتها. عشان كده جت منين؟ انا بفهمك ان انا ليه ما قلتش هنا تزداد طاقة الحركة الى الضعف هنا زي مين؟ زي السرعة، مش علاقة رياضية. اقول لك لا استنى، مش انا عندي في العلاقة الرياضية او القانون بتقول مربع السرعة يبقى اذا عين تربيع. طب هنا السرعة زادت للضعف، يبقى مربعها ايه؟ يبقى 4 امثال قيمة. اذا قلت كتلة جسم متحرك للنصف وزادت سرعته للضعف، دي بقى الاتنين ماشيين مع بعض، الكتلة قلت للنصف والسرعة زادت للضعف، يبقى ايه اللي هيحصل لطاقة الايه؟ الحركة. هنلاقيها بتزيد طاقة الحركة للضعف. يحدث عند اذا قلت كتلة جسم متحرك للربع وزادت سرعته للضعف، يبقى هيحصل ايه في طاقة الحركة؟ تظل طاقة حركة الجسم ثابتة كما هي، ما دام عندي قلة في الكتلة للربع وتزيد سرعة للضعف، يبقى إذا هنا الاتنين هيبقوا دي هتخلي أو العلاقة دي هتخلي إن طاقة الحركة هتكون ثابتة كما. ننتقل إلى ثالثا وهي الطاقة الميكانيكية. علشان نستكشف مفهوم الطاقة الميكانيكية لازم نعرف ايه اللي بيحصل لطاقة الوضع والحركة لما جسم بيقع او اثناء سقوطه. انا عندي نشاط بيقول لي بتتحول طاقة الوضع الى طاقة حركة او العكس. طب دي هستكشفها او هستكشف الطاقة الميكانيكية ازاي؟ ان انا هحضر كرة تنس او كرة من المطاط، هرفع كرة التنس او كرة المطاط من سطح الارض الى مستوى ايه؟ راسي، وبعدين هسيب او هترك باللغه العربيه هترك الكره عشان تقع فين؟ تقع باتجاه سطح الارض. الملاحظه هلاقي ايه؟ هلاقي ان الكره هتصطدم بمين؟ بسطح الارض. لما تصطدم بسطح الارض فانها تستمر في الصعود والهبوط. ده التفسير والاستنتاج ان عند رفع الكره لاعلى يختزن الشغل المبذول عليها بواسطه اليد في صورة طاقة ايه؟ طاقة وضع. يبقى انا رفعتها يبقى هتزيد ايه؟ في صورة طاقة ايه؟ طاقة وضع. طب اثناء سقوط الكرة لاسفل تتحول طاقة الوضع المختزنة تدريجيا الى طاقة حركة. ارتداد الكرة لاعلى بعد ما تصطدم بالارض هتتحول طاقة الحركة تدريجيا الى طاقة الايه؟ طاقة وضع. يبقى اذا هنا لقينا ان في طاقة وضع تحولت إلى طاقة حركة، ثم طاقة الحركة تحولت تدريجيا إلى طاقة إيه؟ وضع. من هنا هنلاقي إن ما بيسقط جسم بيقل طبعا ارتفاع عن سطح الأرض. الارتفاع قل، يبقى على طول هنا مين اللي ليها علاقة بالارتفاع؟ طاقة الوضع. يبقى طاقة الوضع يحصل لها إيه؟ هتقل. طب أنا عندي زودت السرعة أو ازدادت السرعة بتاعت الجسم ده، يبقى إيه اللي هيحصل؟ مين العلاقة اللي فيها سرعة؟ اللي هو طاقة الحركة، يبقى تزداد طاقة مين؟ طاقة الحركة. أي أن طاقة الوضع تتحول تدريجيا لطاقة حركة، والعكس لما بقذف جسم إلى إيه؟ إلى أعلى، يبقى طاقة الحركة تتحول إلى طاقة إيه؟ طاقة وضع. لذلك عند أي لحظة بيكون مجموع طاقتي الوضع والحركة للجسم يساوي مقدار ثابت يعرف بالطاقة الميكانيكية. وهنيجي نعرف الطاقة الميكانيكية عبارة عن إيه؟ مجموع طاقتي الوضع والحركة للجسم. نيجي نشوف سؤال ما معنى أن الطاقة الميكانيكية لجسم تساوي 200 جول، أي أن مجموع طاقتي الوضع والحركة للجسم يساوي 200 جول. طب ما معنى أن مجموع طاقتي الوضع والحركة للجسم ما يساوي 500 جول؟ أي أن الطاقة الميكانيكية للجسم تساوي 500 جول. تعالوا ننتقل إلى التطبيق على
المسائل او المسائل عشان نشوف القوانين اللي احنا نستخدمها، فبيقول لي قذف شخص كرة رأسية لأعلى فكانت سرعتها 3 متر على الثانية عند ارتفاع 4 أمتار، فاحسب الطاقة الميكانيكية للكرة إذا كان وزن الكرة 5 نيوتن وكتلتها 5.1 كيلو جرام. هو عايز المطلوب إيه؟ عايز الطاقة الميكانيكية. طب ما الطاقة الميكانيكية دي مجموع طاقتي الوضع والإيه؟ والحركة. يبقى لازم الأول أجيب طاقة الوضع. طب طاقة الوضع القانون بتاعها بيساوي إيه؟ الوزن في الارتفاع. هو أنا عندي وزن؟ أيوه عندي ارتفاع، تمام. يبقى أنا هجيبها في الأول اللي هو طاقة الوضع يساوي إيه؟ الوزن في الارتفاع. الوزن كام؟ 5 في ارتفاعه 4 يبقى يساوي 20 جول. دي أنا جبت طاقة الوضع. طب أنا عايز أجيب طاقة الحركة. طاقة الحركة يساوي نص الكتلة في مربع السرعة. طب أنا عندي كتلة، تمام، عندي سرعة، تمام، وهربعها يبقى هضربها أو هخليها أس 2، يبقى هكتب طاقة الحركة هتساوي إيه؟ نص الكتلة في مربع السرعة، يبقى نص في 5.1 في 3 في 3، وأنا قلت هنا 3 في 3 ليه؟ عشان قلت مربع مين؟ السرعة، يبقى هتساوي كام؟ 2.25 من 100 جول. ده انا جبت طاقه الوضع وطاقه الحركه. هو عايز الطاقه الميكانيكيه، يبقى الطاقه الميكانيكيه يساوي ايه؟ طاقه الوضع زائد طاقه الحركه. طاقه الوضع انا جبتها 20 زائد طاقه الحركه 2.25 من 100، يعني هتساوي 22.25 من 100 جول. ملحوظه، انا عندي هنا الجسم اما بيسقط لاسفل ايه اللي بيحصل له؟ بتقل طاقه الوضع وتزداد طاقه الحركه. طب تفسير هنا ايه؟ تفسير ان انا عندي طاقه الوضع هنا بتقل ليه؟ علشان الارتفاع ايه؟ بيقل، فلذلك بتقل. طب هنا طاقه الحركه بتزيد ليه؟ علشان السرعه بتزيد. طب على عكس لو انا قذفت الجسم الاعلى هتزيد طاقه الوضع وهتقل طاقه الحركه. طب قال لنا هنا دي اما بنيجي نشتغل على المسائل ويقول لي هاتي طاقة الوضع أو طاقة الحركة عند أقصى ارتفاع من بداية، أنا عندي الجسم فوق وهيبتدي من بداية السقوط هينزل، يبقى طاقة الوضع بتاعته هنا إيه من بداية السقوط؟ أكبر ما يمكن. وفسرنا ليه؟ علشان الارتفاع. طب طاقة الحركة هتساوي صفر، يبقى أما أجي أجيب الطاقة الميكانيكية هتساوي إيه؟ طاقة الوضع زائد طاقة الحركة، صح كده؟ مش احنا قلنا مجموع طاقتي الوضع والحركه؟ طب ما انا عندي طاقه الحركه بتساوي ايه؟ صفر، يبقى طاقه الوضع زائد صفر هتساوي طاقه الايه؟ الوضع، لذلك الطاقه الميكانيكيه هتساوي طاقه الايه؟ الوضع. طب تعالوا نشوف بقى لو انا جيت عند منتصف المسافه، ادي الجسم من بدايه السقوط عرفناه وهو نازل في منتصف المسافه او منتصف الارتفاع، هنلاقي ان طاقه الوضع بتساوي طاقه الحركه، يبقى هنا طاقة الوضع هتتساوى مع طاقة مين؟ طاقة الحركة. وبالتالي الطاقة الميكانيكية ايه؟ هي مجموع طاقتي الوضع والحركة، فهتساوي طاقة الوضع زائد طاقة الايه؟ الحركة. طب ما انا ممكن ايه؟ اشيل طاقة الحركة واحط بدلها طاقة الايه؟ الوضع، لذلك هتساوي 2 في طاقة الايه؟ الوضع. او اشيل طاقة الوضع واحط طاقة الحركة زائد طاقة الحركة، يبقى 2 في طاقة الايه؟ الحركة. دي عند منتصف الايه؟ المسافة. طب لما يكون بقى عند لحظة وصول الجسم إلى سطح الأرض، بتكون طاقة الوضع هو خلاص بقى هنا نزل على الأرض، تمام؟ يبقى هنا إيه اللي بيحصل؟ مفيش ارتفاع، يبقى طاقة الوضع بتساوي صفر، وطاقة الحركة أكبر ما يمكن، ولذلك الطاقة الميكانيكية بتساوي طاقة الحركة فقط. ليه يا مس؟ لأني لازم أنا أوضح إن الطاقة الميكانيكية يساوي إيه؟ طاقة الوضع زائد طاقة مين؟ طاقة الحركة عند ايه؟ لحظة الوصول، وأنا قلت لحظة الوصول لارتفاع صفر، يبقى طاقة الوضع بتساوي ايه؟ بتساوي صفر، يبقى الطاقة الميكانيكية هتساوي ايه؟ صفر زائد طاقة الحركة، يبقى الطاقة الميكانيكية هتساوي طاقة ايه؟ طاقة الحركة عند الوصول، لذلك أنا بقول ايه؟ الطاقة الميكانيكية بتساوي طاقة الحركة فقط، جبتها منين؟ لأني من القانون اللي هو الطاقة الميكانيكية، تمام؟ اللي هي بتساوي مجموع طاقتي الوضع والحركه، وطبعا عوضت عن طاقه الوضع بصفر، يبقى صفر زائد طاقه حركه بتساوي طاقه الايه؟ الحركه.
تعالوا بقى نشوف سؤال علل. بيقول لي علل: تظل الطاقة الميكانيكية للجسم ثابتة أثناء سقوطه بالرغم من تناقص طاقة وضعه. مش أنا واخدة إن الجسم لما بيسقط اللي بيحصل طاقة، أما جه هو بقى إن هو أثناء سقوطه اللي بيحصل طاقة وضعه بتنقص. طب ليه بقى إن طاقة الميكانيكية بتظل ثابتة في الوقت ده؟ لأن يا ولاد النقص بتاع اللي بيحصل في طاقة الوضع بيقابله إيه؟ أو بيساوي إيه؟ الزيادة في طاقة الحركة. يبقى أنا هكتب إيه؟ لأن النقص في طاقة الوضع أثناء سقوط الجسم يساوي الزيادة في طاقة الإيه؟ طاقة الحركة. تعالوا نشوف المثال. بيقول لي: سقط حجر كتلته 5 كيلو جرام من ارتفاع 8 متر. احسب طاقة وضعه وطاقة حركته عند نقطة السقوط، عند وصوله إلى منتصف الارتفاع، عند وصوله إلى ارتفاع 2 متر عن سطح الأرض، لحظة وصوله إلى سطح الأرض، علما بأن عجلة الجاذبية الأرضية بتساوي 10 متر على الثانية تربيع. تعالوا كده مع بعض نشوف هو بيقول لي إيه. سقط جسم، تمام، حلو قوي. يعني الجسم كان إيه؟ كان فوق أهو وهو سقط، هو الكتلة تمام والارتفاع. هاجي أجيب طاقة الوضع وطاقة الحركة عند نقطة السقوط. أنا قلت هنا عند نقطة السقوط هنا طاقة الوضع بأكبر ما يمكن وطاقة الحركة بتساوي صفر. يبقى إذا أنا هجيب طاقة الوضع، طاقة الوضع بيساوي إيه؟ الوزن في الارتفاع. هو أنا عندي وزن؟ قال لي لا، ده أنا عندي كتلة. يبقى أول حاجة أجيبها الوزن هيساوي الكتلة في عجلة الجاذبية الأرضية. الكتلة كام؟ 5، في عجلة الجاذبية الأرضية 10، يبقى تساوي كام؟ 50 نيوتن. يبقى إذا هنا أنا أجيب طاقة الوضع بيساوي إيه؟ الوزن في الارتفاع. الوزن أنا جبته كام؟ 50، في الارتفاع 8، يبقى يساوي 400 جول. يبقى دي طاقة الإيه؟ الوضع، عشان كده هي أكبر ما يمكن. طب طاقة الحركة هتساوي إيه؟ هتساوي صفر. طب تعالوا نشوف عند وصوله إلى منتصف الارتفاع. هو الارتفاع كان كام؟ كان 8، نصه كام؟ يبقى 4. يبقى أول خطوة هجيبها منتصف الارتفاع هيساوي كام؟ 4 متر، لأن 8 على 2 بيساوي 4 متر. طب هنا في نص الارتفاع أنا قلت إيه؟ طاقة الوضع هتساوي طاقة الإيه؟ الحركة. يبقى إذا طاقة الوضع هتساوي إيه؟ الوزن في الارتفاع. إيه ده يا مس؟ إحنا مش جايبينها مرة، إحنا جبناها لما كان الارتفاع كامل 8، يبقى لازم أنا أجيبها لما يكون الارتفاع إيه؟ النص. الوزن إحنا جبناه، هو طبعًا جبناه، يبقى اللي هو 50 في الارتفاع هيساوي 4، يبقى ب 200 جول. نلاحظ هنا إيه؟ مش أنا في طاقة الوضع لما كان في أعلى نقطة كانت كام؟ كانت 400، لما جينا في منتصف الارتفاع لقيناها كام؟ 200. يبقى فعلا ان طاقة الوضع ايه؟ ما اثناء السقوط بيحصل فيها بتقل. طب انا جبت طاقة الوضع منتصف الارتفاع، قلت طاقة الوضع بتساوي طاقة الحركة، يبقى هتساوي ايه؟ 200. طاقة الحركة هتساوي 200 جول. طب عند وصوله الى ارتفاع 2 متر عن سطح الارض، عشان طبعا هنا الارتفاع يبقى لازما هجيب طاقة الوضع بالارتفاع الجديد هيساوي ايه؟ الوزن في الارتفاع. الوزن كام؟ 50، في ارتفاعه 2، يبقى بكام؟ ب 100. نلاحظ هنا ان فعلا قيمه طاقه الوضع بتايه؟ بتقل بالايه؟ بنقص الارتفاع. يبقى هنا دلوقتي الطاقه الميكانيكيه يا اولاد هنا في الارتفاع ده هتساوي ايه؟ هتساوي طاقه الوضع عند اقصى ارتفاع اللي هي 400. طب انا عندي طاقة الميكانيكية هي مجموع طاقتي الوضع والحركة، يبقى طاقة الحركة يساوي ايه؟ الطاقة الميكانيكية ناقص طاقة الوضع، يبقى كام؟ 400 ناقص 100 يبقى تساوي 300 جول. طب لحظة وصوله لسطح الأرض هو وقع، طاقة الوضع هتساوي صفر، لأن الارتفاع بقى ايه؟ خلاص بقى خلاص وصل لسطح الأرض الارتفاع بيساوي ايه؟ صفر. طب طاقة الحركة هتساوي الطاقة الميكانيكية للجسم، أنا لسه بقول إيه؟ مقدار ثابت، لسه فعلل، لأن النقص في طاقة الوضع هيساوي الزيادة في طاقة الإيه؟ الحركة، لذلك طاقة الحركة بتساوي الطاقة الميكانيكية للجسم بتساوي 400 جول. وبكده نكون انتهينا من الدرس، وتعالوا نشوف السؤال والجواب. قارن بين طاقتي الوضع والحركة لجسم ما. هعمل جدول وهقول تعريف طاقة الوضع بيقول إيه، اللي هي عبارة عن
ها عايزه اشوف الاجابات، يلا يا اياد. الطاقه المختزنه بالجسم نتيجه الشغل المبذول عليه. طب بالنسبه لطاقه الحركه، الشغل المبذول اثناء حركه الجسم. القانون المستخدم بتاع طاقه الوضع بيساوي الوزن في الارتفاع. طاقه الحركه نص الكتله في مربع السرعه. العوامل المؤثره في طاقه الوضع ايه؟ اللي هي الوزن او وزن الجسم وارتفاع الجسم عن سطح الارض. طب العوامل المؤثره في طاقه الحركه ايه؟ كتله الجسم وسرعه الجسم. ننتقل الى سؤال اكمل العبارات الاتيه بما يناسبها. واحد، الطاقه الميكانيكيه بيساوي طاقه نقط زائد طاقه نقط، طاقه الوضع زائد طاقه الحركه. تتوقف طاقه حركه الجسم على نقط ونقط. طاقه الحركه بتتوقف على ايه؟ يعني ايه العوامل اللي بتاثر فيها؟ اللي هي هتكون مربع السرعه وكتله الجسم، وكتله الجسم وسرعه مين؟ الجسم. عند قصف جسم راسيه لاعلى انا حذفته نقط طاقه وضعه ونقط طاقه حركته. انا ارفعه لفوق يبقى هنا الارتفاع ايه؟ هيزيد. يبقى ايه اللي هيحصل لطاقه الوضع؟ تزداد بينما تقل طاقه الوضع الحركه. يبقى تزداد طاقه وضعه وتقل طاقه حركته. عند اقصى ارتفاع للجسم تكون الطاقه الميكانيكيه للجسم مساويه لطاقه مين؟ طاقه الوضع. ليه؟ لان هنا طاقه الحركه هتساوي صفر، يبقى اذا الطاقه الميكانيكيه هتساوي طاقه الايه؟ طاقه الوضع. بينما تكون مساويه لطاقه نقط لحظه وصوله الى سطح الارض، لحظه وصوله سطح الارض طاقه الوضع بتساوي صفر، يبقى الطاقه الميكانيكيه تساوي ايه؟ طاقه الايه؟ الحركه. يبقى بينما تكون مساويه لطاقه الحركه لحظه وصوله الى سطح الارض. ننتقل الى سؤال اخر وهو اختر الاجابه الصحيحه مما بين القوسين. واحد، طاقه الحركه لاي جسم متحرك تساوي نصف كتلته مضروبا في نقط سرعته. نصف ولا ضعف ولا مربع ولا ثلث؟ احنا قلنا ان هو كتلة الجسم في مربع سرعته، يبقى هختار انا مربع اللي هي عين تربيع. جسم كتلته 4 كيلوغرام ويتحرك بسرعة 4 متر على الثانية، تكون طاقة حركته بتساوي كام جول؟ 16 64 32 128. في المسألة دي او في الاختياري لازم نحل المسألة. هو عايز طاقة الحركة، يبقى اقول ايه؟ نص الكتلة في مربع السرعة. طب انا عندي نص الكتلة، تمام، ادي نص في الكتلة كام؟ 4 في مربع السرعة كام؟ 4 × 4. هنا على الاتنين فيها الواحد، على الاتنين فيها الاتنين. 2 × 4 ب8، 8 × 4 يبقى بكام؟ ب 32. يبقى هنختار 32، يبقى دي هتساوي 32. عند قصف جسم رأسية الأعلى فإنه نقط تدريجين، تقل سرعته ولا تزيد سرعته ولا تقل طاقة وضعه ولا تقل طاقته الميكانيكية. أنا قذفت إيه؟ جسم الأعلى، يبقى إيه اللي هيحصل؟ هتقل إيه؟ سرعته. ننتقل لسؤال، صوم ما تحته خط في العبارات الآتية. واحد، طاقة الحركة بتساوي نص الكتلة في السرعة، هي نص الكتلة في مربع السرعة. الجسم الذي كتلته 5 كيلو جرام ويتحرك بسرعة 4 متر على الثانية، تكون طاقة حركته 16 جول. تعالوا نشوف، أنا عايز هنا إيه يعتبر؟ الكتلة. طب ما الكتلة بتساوي إيه؟ 2 طاقة الحركة على مربع السرعة، تمام كده؟ يبقى 2 في 16 على السرعة كام؟ 4 × 4. 4 × 4 ب16، هتختصر مع ال 16 يبقى تساوي كام؟ الكتلة تساوي 2 وليس 5، يبقى الكتلة هنقول 2 كيلو جرام. تتوقف طاقة وضع الجسم على كتلته مربع سرعته، هي طاقة الحركة. كلما ازدادت كتلة الجسم المتحرك نقصت طاقة حركته، لا هي هتزيد لأن العلاقة علاقة إيه؟ طردية. طاقة حركة الجسم كتلته 2 كيلو جرام ويتحرك بسرعة 15 متر لكل ثانية تساوي 115. هجيبها من القانون إن أنا عندي نص الكتلة اللي هي 2 في مربع السرعة كام؟ 15 × 15، وهنا ال 2 هتروح مع ال 2، يبقى 15 × 15 ب 225 جول. ضع علامة صح أو غلط أمام العبارات الآتية. واحد، طاقة الحركة بتساوي الوزن في الارتفاع. الإجابة هنا إجابة خاطئة، لأن مش طاقة الحركة، ده دي طاقة الإيه؟ الوضع، اللي هي بتساوي الوزن في الارتفاع. وحدة قياس طاقة الحركة هي نيوتن. الإجابة خاطئة، لأن وحدة القياس هي الجول.
طاقة حركة الجسم الساكن تساوي صفر، الإجابة هنا صحيحة لأن السرعة بتساوي صفر. جسم كتلته 2 كيلو جرام يتحرك بسرعة 5 متر على الثانية، تكون طاقة حركته 75. تعالوا نشوف، إحنا عارفين إن طاقة الحركة بتساوي إيه؟ نص الكتلة اللي هي 2 في مربع السرعة اللي هي كام؟ 5 في 5، الاثنين هتروح مع الاثنين يبقى 5 في 5 ب 5 وايه؟ و20. يبقى الاجابه هنا اجابه خاطئه. يبقى اتعود على طول لما يكون في مساله زي كده، سواء في اكمل او صح وغلط او اختار، لازم نحل المساله بالقانون. وبكده نكون انتهينا من الدرس، وكنت معاكم مس اسماء بكر.